علشان كنت مؤمن زكريا. شغولي اقوال اللاعب في الخطاب وهاته. رحنا صيغنا اقوال اللاعب في الخطاب وسلمته للاستاذ احمد مجاهد. وقال ان في تنازل والتنازل دوت مشروط. تنازل نادي الزمالك عن شكوى مؤمن زكريا مشروط. اذا كان نادي الزمالك قدم تنازل مشروط على سحب شكوى مؤمن زكريا، فبالتالي لما بقول لحضرتك توقيع مؤمن زكريا لنادي الزمالك مشروط بموافقه نادي الانبي، فبالتالي القياس لا 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 معلش يا استاذ هشام، بص انا المره دي بقى هتكلم بلسان نادي الزمالك، معلش متاسف يعني. نادي الزمالك كان عايز ينهي المشكله، ولما حصلت القعده الفجر في منزل الاستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والاستاذ محمد عبد الوهاب حضور زميلنا العزيز دكتور مدحت العدل، تم الاتفاق على ده انه هيروح بكره وهيقدم. لا معلش اديني لحظه يا استاذ هشام، اديني لحظه اتفضل حضرتك. بس اصلا لازم اكون هنا ضمير الغائب، يا اما ما اقعدش على الكرسي ده بمنتهى الامان. ف اديني بس لحظه يا استاذ هشام، والله لحظه حضرتك اتكلم زي ما انت عايز. على فكره يا جماعه استاذ هشام ده المحامي بتاعي عشان بس كمان تبقوا عارفين يعني، لكن انا لازم اكون بما يرضي الله سبحانه وتعالى هنا. ف اتفقوا بالليل 3 الصبح في منزل مستشار مرتضى منصور انه نادي الزمالك هيبعت التنازل، والنادي الاهلي خلاص كلمتين هيتقالوا على لسان الولد ويتم انهاء هذا الامر. بناء على هذه الجلسه بعت نادي الزمالك التنازل، ما بعتوش عشان التوقيع مش مظبوط ولا مظبوط يا استاذ هشام، انا لازم اكون امين في نقلي وسردي. لا 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 بالنسبة لا لا انا ما قلتش كده. اتفضل انا معرفش مظبوط. اتفضل وبعت نادي الزمالك بعت اللي انت بتقوله ده مظبوط يا كابتن. نعم طب اتفضل. نعم نادي الزمالك بعت سحب الشكوى، ولكن هو قرنها بسحب النادي الاهلي. مظبوط تمام. انا محامي اللاعب يا كابتن. نعم ماليش شأن بالنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. ده شأنه في شكواهم. انا اتكلمت في وجهه نظري كدفاع عن اللاعب القانونيه. هتقدم بكره بمذكره لاتحاد الكوره. نعم هذا الكلام يا كابتن شوبير. طيب هو الاتحاد ده دوري. الاتحاد يوم الاحد يا فندم اجتماع للجنه ثم اجتماع للاتحاد. هل لمجلس اداره هل مسموح لك بتقديم اوراق جديده يا استاذ هشام؟ انا من حقي ان انا اقدم اوراق مذكره تكميليه للاقوال اللاعب، خصوصا يا كابتن شوبير ان حصل اول مره تحصل ان مفيش تحقيق مع اللاعب تاني يا كابتن شوبير. يعني انت تؤكد انه مؤمن لم يخضع للتحقيق نهائي يا كابتن، وانه كتب جواب وقدمه للاتحاد. يعني قدمنا خطاب زي ما حضرتك قلت كده. كان في كلام الاستاذ احمد مجاهد حي يرزق وموجود. حضرتك كلمه اساله. احنا صيغنا اقوال اللاعب في خطاب على ورق مكتبي حتى تقوله بتوقيع اللاعب. واللاعب ما كانش موجود معانا يا كابتن. اللاعب جه اطلع على طبقا للقانون احنا عملنا ايه. اللاعب جه اطلع على اقواله على العقود بتاعته وتوقيعه. امدته ولا مش امدته، لان كنا عليه ناخد منحى اخر لو مش امدته يا كابتن شوبير. وانت اعلم يعني. طيب ما هو برضه الخطاب طالما الولد اطلع عليه ومضى عليه كما كانه تحقيق بالظبط يا استاذ هشام. ما كابتن شوبير بعد اذن حضرتك، النهارده الصيغه اللي تم بيها الموضوع كان زي ما حضرتك قلت كده في صيغه توافقيه عشان تنهوا الازمه. الله ينور على حضرتك. فدلوقتي النهارده انت لو حققت تحقيق استاذ هشام، استاذ هشام بعد اذنك يا استاذ شوبير اسمعني بس. معلش اتفضل يا فندم. لو حضرتك حققت تحقيق فعلي مع مؤمن زكريا ووجدنا نادي انبي كطرف في الموضوع وكشاهد، وجدنا الورق مؤمن زكريا يتم حفظ الشكوى ضده. مؤمن زكريا على سوريتي. مؤمن زكريا ايه؟ يتم حفظ الشكوى. لو جبنا يعني انت الان تطالب بتحقيق رسمي يتم استدعاء فيه مسؤول الزمالك مسؤول الزمالك والاهلي وانبي. بالظبط. لا الاهلي مش طرف. طيب مسؤول الزمالك وانبي. بالظبط كده. يعني انت مش عايز القرار يبقى يوم الاحد، عايز يؤجل لحين التحقيق الرسمي. لا انا هقدم بكره مذكره بهذا الشان. ده جديد. ده جديد. في حاجه ثانيه عايز تضيفها يا استاذ هشام؟ لا كابتن كبير ما تكلمش. بشكرك شكرا جزيلا. انا عندي امل في حياتي غير امل حياتي بتاعت ام كلثوم يعني.